اليوم توفانا احد الاخوه المتواجدين بسطح الوزاره المده هذه 13 ديال الايام. اليوم سقط لنا اخ من داخل الوزاره اللي كتحمل المسؤوليه ديالو الداخليه وكتحمل المسؤوليه ديالو القطاع الوصل اللي هي وزاره التنميه. الاخ صابر الحامل شهاده عليا ما يمكنش يمشي ضحيه لا مبالاه ولا مسؤوليه، ما يمكنش يمشي ضحيه الضمائر الميته. في الحق اليوم الاخ صابر حنا ملي كنجيو وكنلقاو حتى الامنيين ما كاينينش وحنا اللي كنعيطوا كنقولوا عباد الله فين راكم؟ فين راكم؟ راه خونا طاح لداخل ما عرفوا واش طاح هنا ولا طاح وراء الوزاره ولا داخل الوزاره. ففي الحق حنا ما عرفناش. واكثر من هذا هو ان رجال المطافئ تعطلوا بشكل كبير 20 دقيقه بالحساب، ومنين بغينا حنا نمشيو معاهم ضربونا وما خلاوناش، قمعونا باش نمشيو حتى مع خونا. قال لك اللي كاين هو اخوكم توفى، ان لله وانا اليه راجعون. هذه اللي خسروا علينا. حنا اليوم كنتسائلوا واش كاين ربط المسؤوليه بالمحاسبه، كنتسائلوا واش هذه الوزيره هذه جات تخدم هذه الفئه ولا جات تقهر هذه الفئه. هذا هو السؤال ديالنا اليوم. انا نحن من البرامج الاجتماعيه ديال هذا الحزب هذا اليوم، اين نحن من هذه الحكومه كامله؟ فين هي السياسات العموميه وفين هما البرامج الانتخابيه اللي كانوا كيتبجحوا بها لا في الانتخابات الجهويه ولا التشريعيه؟ اليوم هذه الحكومه خصها تحاسبها، لان هذه الحكومه الثانيه ديالهم ولا منصب للشخص الكفيف. 217 عباد الله موصلوا 20000، الى جينا على المستوى القانوني راه 7% تعطينا 1400 منصب. يعني حنا غنخليو لهم، ولكن مع كامل الاسف ما لقيناش تعاطف وما لقيناش قانون التطبيق ديالو. ولهذا انا كنناشد صراحه اصحاب الضمائر الحيه وتناشد الحقوقيين وكنقول لهم هادو راه مكونه من مكونات الشعب المغربي، وهادو راه اكباد ديال الفريدات ديالكم، وإلا سمحتوا فينا فاحنا في حقي كنتسالوا الا كنا ولاد هذا الوطن مرحبا، ما كناش ولاد هذا الوطن فاحنا صراحه غادي نمشيو غادي نتجهوا نديروا اجراءات اخرى. كيف ما كتشوفوا حنا كنتواجدوا في المعتصم اللي دار من نهار من يوم الاربعاء 26 شتنبر وصولا لهذا اليوم. الاخوان ديالنا اقتحموا مبنى الوزاره، وزاره التنميه الاجتماعيه والاسره والتضامن اللي كترأسها بسيمة الحقاوي. هذا الاعتصام هذا جاء نتيجه اننا قرينا بابسط الدور بابسط الوسائل، قرينا وخسرنا من جيوبنا، والدوله ما تحملت حتى شي مسؤوليه في التعليم ديالنا، وكدينا وجدينا وحصلنا على شواهد عليا مسلمه من طرف هذه الدوله، الا انها تنكرت لنا واغلقت في وجوهنا الابواب الحوار. درنا سلكنا جميع الوسائل، سلكنا جميع السبل، سلكنا قمنا بجميع المحاولات الحوار، الا لا نجد سوى الاذان الصماء والآلة القامعة الزروطة المخزنية التي حاولت مرارا وتكرارا أن تفنينا على حقنا. السؤال المطروح هو علاش هذه الدولة كتسمح لنا نقراو من المغاديش تخدمنا؟ حنا ما كنطالبوش بأننا نوصلوا لشي حاجة ما كايناش، كنطالب بالحق الدستوري اللي عطيه لي الدستور، واللي هو أسمى قانون في البلاد، واللي من خلال الدستور كتنظموا قوانين أخرى، هو أنني نولج للوظيفة العمومية. ومن بعد ما لقينا جميع الأبواب سدات في وجهنا من 2011 وحنا كنناضلوا، قمنا بهذه الخطوات التصعيدية اللي أدات بالأخ ديالنا صابر الحلوي من بعد ما مات الأخ ديالنا ميلود الحمراوي في 2011، وتم دمس القضية ديالو، تم احتواء القضية ديالو بالطريقة اللي بغات الدولة وبالطريقة اللي شافوها مسلكاهم. اللي نقول لكم هذا الأخ صابر الحلوي راه ماشي انتحر كيف ما مررات بعض وسائل الإعلام المتواطئة مع الدولة أو مع صناع القرار. الأخ صابر صابر الحلوي هو مات وماشي انتحارا، مات نتيجة الإهمال ديال الداخلية والجهات المعنية، لأنه ما تلاحش من الحافة، ما تلاحش من الحافة للأرض، هو طاح من الضوايا لوسط مبنى الوزارة.